اسمعوا هذه القصة والتي كان مسرحها مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تدل على نصرة الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وحمايته له حيا وميتا. في عام 57 و500 للهجرة، رأى السلطان نور الدين محمود بن زنكي النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يقول له: يا محمود أنقذني من هذين الرجلين، وأشار له إلى رجلين أشقرين. فزع محمود، قام من نومه، لكنه عاد للنوم مرة أخرى فرأى الرؤيا نفسها 3 مرات. الرؤيا تتكرر والأمر خطير، إنها استغاثة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والشيطان لا يتمثل بالحبيب عليه الصلاة والسلام. وأصبح السلطان في حيرة من أمره، وكان له وزير صالح فاستدعاه شاوره في الأمر، فأشار عليه الوزير بسرعة التوجه إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقدم على المدينة، قدم على المدينة بمال كثير طائل، وأخبر أهل المدينة أنه أتى زائرا، وأن كل واحد منهم له عنده عطاء، فحضروا جميعا ليأخذوا عطاءه، ولكنه لم يرى الوجهين اللذين رآهما في النوم، فسأل: هل بقي أحد لم يأخذ من عطائنا؟ فقالوا له: لم يبق إلا رجلان عفيفان لا يقبلان من أحد شيئا، وهما اللذان يعطيان للناس، وأثنوا عليهما كثيرا، فأصر على إحضارهما، فأحضرا إليه، فإذا هما اللذان أشار إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورآهما في منامه، فعرض عليهما المال فأبيا أخذه، وقال: جئنا حجاجا وجلسنا مجاورين. فطلب زيارتهما في بيتهما، فتمنع عليه فأصر على ذلك وألزمهما. فلما دخل عليهما الغرفة وكانت بالقرب من المسجد النبوي ملاصقة لجهة الحجرة الشريفة، لم يرى شيئا غريبا، ووجد كتبا وأموالا، ولكنه لما دار في الغرفة فإذا به يسمع رجع صوت تحت قدميه، مصدره غطاء خشبي ومغطى بالحصير. قال: ما هذا؟ وأمر بكشفه، فإذا هو فتحة لحفرة عميقة جدا، وقد اتجهت للحجرة الشريفة. فسألهما: ما هذا؟ فقال: نحن من النصارى، أرسلنا قومنا في زي الحجاج، وأوكلوا إلينا مهمة نقل الجسد الشريف. فأمر بهما فضرب عنقهما. سيف السماء، إنها الحماية، حماية العين التي لا تنام، حماية العين التي لا تنام، حماية الحي القيوم لنبيه صلى الله عليه وسلم حيا وميتا. أرادوا أن يمسوا جسده الشريف بسوء، فهدم الله أبدانهما وأسال دماءهما جزاء وفاقا، والجزاء من جنس العمل. قدمت لكم هذه القصة
ولا تنسى كذلك الضغط على الجرس هذا الذي يظهر في الشاشة ليصلك كل جديد إن شاء الله. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.